ايه ده؟ انت رايحه فين يا طينه انت؟ اسوق. وانت من امتى بتعرفي تسوقي اصلا ولا مين اللي علمك؟ ساره. ساره اللي هي اصلا ما بتعرفش تسوق. طب ماشي وريني. طيب بصي بقى، انا هسالك كام سؤال كده عشان اطمن قبل ما نتحرك. ها البتاع اللي انت خبطتي فيه وانت داخله ده اسمه ايه؟ كلاكس. برافو. طيب والمرايه دي بنستعملها في ايه؟ نحط فيها روج. انا كده اتاكدت ان ساره اللي معلماكي فعلا. وايه تاني؟ اي لاينر. زوزو ماما، ممكن نخرج من البيوتي سنتر اللي انت دخلتيه لنا ده يا حبيبتي؟ انا قصدي في العربيه، بنستعمل المرايه دي في السواقه ازاي؟ ازاي؟ انا بسالك. انا بسالك ايه اللماضه دي؟ المرايه دي بنبص فيها عشان نشوف لو في حد جاي من ورانا يضربنا. لا انا قصدي لو حد جاي في عربيه يخبطنا. انت بتفولي علينا ليه كده يا ابو؟ ما انت اتفضلي اتحركي بالعربيه يلا. غلط. ليه غلط يا ماجايفر؟ الاول نربط الحزام. ماشي صح، اربطي الحزام. اربط. بربطه اهو. هولي. ما تربطيه لنفسك زي ساره. انت بتخلي ساره تربط لك الحزام والحذاء؟ ده انت مشغلاها عندك بقى. هاتي دي يلا يا زومبا. انهي دي؟ دي 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 دي. بقول لك ايه، هاتي على قرور ورجعي لورا يلا. زومبا انا اسف ان انا هقطع عليكي لحظه التامل اللي انت فيها دي، بس يعني هو احنا واقفين ليه كده؟ العربيات بتعدي. طب ما احنا عربيات وعايزين نعدي برضو. العربيات مش بتقف. لا هي العربيات مش هتقف طول ما انتي واقفه كده ومستنياهم يعدونا، مش هيقفوا. اتفضلي مدي بوزك يلا عشان نعدي واحده واحده. حاضر. مدي بوز العربيه يا زوب عشان نعدي واحده واحده. حاضر. ايه السرعه اللي احنا ماشيين بيها دي؟ سرعه ابطا. لا امشي بسرعه اسرع. حاضر. بالراحه بالراحه كده. وصلنا احنا. وقفي وقفي، وصلنا خلاص. وقفي بطلي بقى العربيه. لو سمحتي، هي دي العماره اللي فيها حضانه اس بي سي؟ مش عارفه. قولي مش عارفه. بقول لك ايه لو سمحت، احنا اصلا ساكنين في العماره دي ومفيش حضانه. ما تعرفش فين حضرتك؟ في حضانه تقريبا في الشارع اللي جاي يمين. شكل يلا يا زومبي.